شكون من الممثلين الاخرين كان قريب لك برشا تحكي معاه تحب تقابله تتفكرش نصيحه قالها لك؟ الحقيقه نصحوني الكل، اما من الممثلين الاقرب الاقرب اللي هما بطبيعه صاروا لي معهم دي سيكونس برشا، فاميره شبلي زاد معاونتني ياسر، معناها نصحتني ياسر وحكيت معايا برشا كيفاش يقولوها كل مؤثرة كاين، حستني مرتاح معناها قول عليا بالرسمي مستانس، وقالت لي جوك باهي ما تخافش، فما نصحتني بحاجات اللي عاونوني بالكدا بالكدا. باهي لطيفة القفسي مثلا عندك معها ديبلون زاد، اي اي ممثلة كبيرة لطيفة القفسي، اي بيان سور. كيف كيف نحب كيف نعرف كيف بالرسمي نحب نعرف، قل لي ما عندكش بلون مع كامل التويتي؟ لا مشيت نهار باش تتفرج فيه باش تشوف كامل التويتي، ريتو 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 في التورناج. سي كامل معناها مش مش اليوم معناها باش نحكي عليه شكون سي كامل التويتي. لا نعرف امانه نحكي سوري. نحكي عليك نسيم، مشيتش بالذمه باش تشوف كامل التويتي يمثل باش تشوف اسامي كبيره، نعيم الجاني، كامل التويتي، روف بن عمر، ريان كو باش تتفرج فيه؟ والله حبيت اما الله غالب ما نجمتش مش على حاجه بحكم البعد، فهمت؟ خاطر ما نعيشش في تونس. حبيت بالحق، حبيت ان سي روف ما قابلتوش في التورناج وحبيت نقابله. لحسن حظي معناها قابلت سي كمال ومدام نعيمه وقابلت الممثلين الكبار، خاطر كلي جينا فما ايامات جينا فرد تورناج، فهمت؟ اي وفما مره زاد طلع لينا سي فتحي الهداوي. سي فتحي الهداوي طلع لينا سوربريز محلاها برشا، جا طلع لينا سلم علينا شجعنا وكل شيء. يعني مفاجاه سار ذا اللي تلقى فتحي الهداوي بطبيعه. تتفكر شنو قال لك؟ شنو قلت له ولا سلمنا وتعدينا؟ ليه شجعني قال لي يعطيك الصحه بزهري بزهري خلط عليا معناها جات في سيكونس محلاها برشا. مسالش تليفونك مسالش. اي نتفاهم النجوميه هذا لا 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 اصحابك يتفقدوا فيك. بزهري قلت لك خلط عليه في سيكونس محلاها برشا وقت اللي